قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الفصل بين الخلائق. قال الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الله: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لما علمنا الله عز وجل هذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول على عامله، وهذا يفيد الحصر، يفيد الحصر. فنحن لا نعبد إلا الله، ولا نستطيع أن نعبد الله إلا بمعونة من الله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يستطيع أن يصل إلى شيء بغير الله. فكيف يوصل إلى غير إلى فكيف يوصل إلى الله بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله هذا أعظم معاني إياك نعبد وإياك نستعين. تستصحب عندما تقول أيها المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحول والقوة تستمدان من رب العزة والجلال. فلهذا من معاني إياك نعبد وإياك نستعين هذه المعاني الضافية.